انا حد اللي في قلبي على وشي، يعني ما بعرفش اجامل. لو حد ما بحبوش هيبان علي اني ما بحبوش، وممكن اقول له انا مش مستريحه لك. مش بالضروره اكرهه بمعنى اكرهه، بس في حد بتحسي انه اللي جواه مش حلو، اه ما فيش كيمياء او اللي جواه مش حلو، ببعد عنه ببساطه، ولا بعمل مشاكل ولا بعمل الحركات اللي الناس ساعات بيعملوها. خلاص ببعد وخلاص، علشان مركزه في شغلي، وعشان بعتبر ان الحياه مش ساحه معركه. يعني احنا هنا مش علشان نعمل صراع، احنا موجودين في الحياه علشان نستمتع ونعيش، وربنا ادانا الحياه كهديه، ما اداناش الحياه علشان نعاني ونصعبها بزياده على نفسنا.